سؤال هيبدو ساذج، لكن خلينا نقول انه فكرة مهاجمة الانترنت والاختراق ده موجود في العالم كله. يعني اذا كانت التكنولوجيا بتتقدم بشكل مرعب، فكمان الهجوم بشكل مرعب والاختراق بالزبط. بشكل مرعب بالزبط. لأي مدى التأمين هنا؟ تأمين بيانات المصريين وتأمين بيانات الدولة المصرية. طيب خلينا نقول ان احنا لو احنا بنشتغل على الانترنت فاحنا اكسبوز الانترنت، فاكسبوز للهاكرز او الناس القراصنة اللي هي في المجالات اللي زي مجالات نقل البيانات، وهم كمان بيتقدموا جدا في رقم واحد، ان احنا اساسا ملناش اي نوع من اتصال في الانترنت في البيانات الحكومية كبيانات. لا يعني ايه؟ يعني دلوقتي الكلاود ده ومين بيمتلكه؟ ده عندنا بنستضيف معداته وبرامجه وتطبيقاته عندنا، تمام، فهو منفصل على الانترنت كخدمات حكومية داخل الحكومة. يعني انا كمواطن عادي ما ينفعش ادخل ده؟ جزء الحكومي. تمام. الجزء الاستثماري هو ان احنا بنتعاون مع بعض الشركات العالمية في استضافة الحوسبة السحابية عندنا هنا كاستضافة معدات وخوادم، ايوه، وبنبقى يعني فرضين عليه بعض الإجراءات التأمينية، بعض الإجراءات التأمينية اللي طبقا لقوانين الدولة، تمام. فبالتالي مفيش اطلاع من أي جهة خارج الدولة على البيانات دي. طبعا هيبقى بس مشكلة الهاكر في البيانات، والبيانات بتاعة المواطن في مطالبه اليومية كسلع هي بيانات بنفرض عليه برضو إجراءات تأمينية كمستثمر، وبنراقب هذه الإجراءات التأمينية. أما فيما يخص الجهات الحكومية فطبعا إحنا عندنا، إحنا بنستضيف البيانات هنا، معداتنا موجودة، بياناتنا تبقى لتطبيقاتنا معانا. مش صعب. صعب هو مستحيل 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 اختراق هذا المركز أو هذه المراكز، مستحيل فيما يخص الجزء الحكومي، لأن إحنا بنستخدم شبكات مغلقة، شبكاتنا إحنا، شبكاتنا بتاعة الدولة، تمام، مش شبكة الإنترنت. فدي الجزء الحكومي، لان احنا بنصنفنا هنا البيانات زي اهم بيانات خاصه بالحكومه وبيانات خاصه بالمواطن اللي بيستضيفها المستثمر، تمام، او بياخد من او بيقدم الخدمه. كل ده محفوظ، كله ده مؤمن طبقا لرولز واجراءات وضوابط تامينيه ومركز هنا للتامين السبراني علشان التصدي ده المهم. مركز هنا بنزل الجزء الفني، عندنا مركز للتامين السبراني. المركز ده مهمته هو التصدي للهجمات اللي ممكن تحصل، اللي ممكن ده بيشتغل اوتوماتيك بقى يا فندم، بيشتغل. وفي برضو بعض التالنت، لان مراكز التامين السبراني بتعتمد في الاخر على المينتاليتي البشر في الاخر طبعا، ومتابعته ومدى كفاءته. الحمد لله احنا عندنا من الكفاءه ما يلزم يعني، تمام. قريت حاجه بس عايزه اتاكد من حضرتك منها، فكره ان احنا موقعنا الجغرافي يسمح لنا باستضافات بيانات مثلا ولا ايه؟ وفسر لي الجزئيه دي. الموقع مصر طبعا موقع استراتيجي عالميا، احنا طبعا في المنتصف او في النقطه المركزيه بين الشرق والغرب، تمام. تبادل البيانات بيتم ما بين الشرق والغرب، بيمر عن طريق كوابل بحريه بتعدي من البحر الاحمر للبحر، من الشرق للغرب، كويس. فبالتالي بقى سهل جدا كمصر، كموقع مصر الاستراتيجي ده، ان يبقى ممر رقمي من الشرق، ممر رقمي من الشرق للغرب، الاستفادة من البنية الأساسية بتاعتنا ككوابل بحرية بتمر من خلالنا، أو بنية الاتصالات الموجودة في الدولة اللي هي مقطوع فيها شوط كبير كبنية تحتية، أو من المصادر الطاقة المتوفرة الحمد لله في الفترة اللي فاتت خلال العقد الأخير من جوه الدولة. الكلام ده كله ثلاث حاجات رئيسيين، إن إحنا موقع مصر الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، المصادر الطاقة، والبنية التحتية بتاعتنا. نستفيد منهم في إيه بقى؟ بالإضافة طبعا للمهارات الشخصية للكوادر البشرية في مصر، تمام. دول نستفيد منهم في إيه؟ يعني دي خلت المستثمرين ايه علاقه ده بالاقتصاد والاستفاده بالظبط؟ ده جاذب، مناخ جاذب للاستثمار. المستثمر هو عاوز خدمات جيده وموقع جيد لاستضافه البيانات، وعايز بنيه تحتيه سليمه، وعاوز كوادر بشريه علشان خاطر يقدر يستفيد بيها، ما يوظفش حد من بره، تمام. فاحنا الشروط دي والمحددات دي متوفره جوه مصر. ده يعني دي منحة من ربنا. أيوه أيوه. يعني المركز ده مفيد أقصد كموقع مصر.
المركز لغيرنا لغير المصر لغير مصر للمستثمرين. عشان كده احنا قلنا المركز هنا في جزء استثماري وفي جزء للقطاع الحكومي. نعم. جزء نعم. القطاع الحكومي بيديره الحكومة المصرية. تمام. الجزء الاستثماري هو بيديره المستثمرين تحت طائلة قانون او سياسات طبعا. بتاعة الحوسبة السحابية. طبعا.